اهلا بحضراتكم من جديد. وقبل ما ارحب بضيفي لازم اعرف مين ضيفي العزيز. هو احد ابناء النادي الاهلي اللي كان ليه دور كبير في كره اليد وتاريخه كبير وهنتكلم عنه ومحطاته كثيره مع النادي الاهلي وليه ذكريات كبيره مع النادي الاهلي وبطولات حققها كلاعب. هتكلم عن يعني فترته كمدير فني او مدرب يعني يمكن اخر فتره وهي الابرز طبعا هو طبعا تولى مسؤوليه او مساعد مستر ديفيد ديفيس في الجهاز الفني لمنتخب مصر وبعد كده انتقل للامارات مر نادي الجزيره الاماراتي ولعب معاه مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الكبار منهم علي زين على سبيل المثال وكسر الدنيا هناك. الحقيقه احنا كنا دايما بنعمل حتى معاه مداخلات من دوله الامارات وكان دايما مهتم بنادي الاهلي ومهتم بمنتخب مصر. عندما تم الدعوه ليه انه يتولى المسؤوليه مع مستر خوان كارلوس باستير ساب اللي في ايده كله ورجع طبعا لبى نداء الدوله ولبى نداء منتخب مصر وكان مساعد معاه والحقيقه له دور كبير جدا في بطوله افريقيا اللي فاتت. دايما احنا يعني بنعرف كويس قوي الدور بيجي منين وكان له دور كبير في الحصول على بطوله افريقيا اللقب الثالث على التوالي والتاسع في تاريخ مصر. ضيفنا العزيز الحقيقه بنشكره انه لبى الدعوه وكان معانا النهارده الكابتن هاني الفخراني. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن عيسي. منورنا والحقيقه دي مقدمه قليله على سيادتك حبيبي. بشكرك على المقدمه الجميله دي والواحد دايما بيتشرف انه يكون موجود في القناه في قناه النادي وبتاعتنا والواحد بيتشرف انه بينتمي للنادي الاهلي طبعا في البدايه وتحت امر النادي في اي وقت وتحت امر القناه في اي وقت. طبعا وده يشرفنا وحضرتك حتى جماهير النادي الاهلي متابعاك في كل مكان ومتابع اخبارك ودعم ليك بشكل متواصل لان هم بيحسوا منك بالصدق والاخلاص والحقيقه والفنيات العاليه. هي الجماهير دي اهم حاجه في الموضوع وصراحه الناس يعني الجماهير عمرها ما اثرت معانا في اي حاجه سواء احنا بنلعب واحنا مدربين وفي ظهر النادي دايما وبنلاقي منهم دايما الدعم المستمر. انا اللي بشكركم بالبدايه على المجهود الكبير اللي كان مبذول اثناء البطوله في التغطيه وفي وتواجدكم دايما كان موجودين معانا كانت حاجه جميله ومش جديده على قناه النادي الاهلي. وده دورنا وان احنا وراكم في كل مكان يا كابتن. خلينا ابتدي طبعا بتاريخك الكبير كلاعب. اكيد وحضرتك قاعد معايا كده بتتذكر شريطك وانت يعني كان شريط فيديو كده محطاتك وانت لاعب. كل لاعب بيبقى عنده محطات ما ينساهاش. في بقى بطولات كتير في النص ومشاوير وسفريات يعني ما بفكرها بس يبقى في محطات. خلينا ناخد نفرد الاول يعني حياتك كلاعب، ايه ابرز المحطات اللي انت ما تنساهاش ابدا يا كابتن؟ هو طبعا هنا يعني انتقالي للنادي الاهلي دي كانت طبعا بالنسبه لي كانت نقله في تاريخي وفي حياتي وكان ده حلم بالنسبه لي. انا اهلاوي من صغري وكان حلم بالنسبه لي ان انا العب في النادي الاهلي. المحطة الأبرز في النادي الأهلي كانت 2007 الكأس العالم للأندية في المقاوية كانت بتزامن المقاوية وكانت حاجة في الضيق بطولة العالم دي كانت بالنسبة لنا موسم كان مميز جدا وكان نفسنا نعمل ناخد كانت خلاص يعني قاب قوسين أو أدنى إن احنا ناخد البطولة بس الحمد لله قدرنا حاجة تشرف النادي وقتها وكانت فاكر الفترة دي يا كابتن يعني فاكر طبعًا. البطولة دي فاكر يعني قبليها إيه لأن البطولة دي أكتر ميدالية أو أحسن ميدالية حققها أي فريق جماعي في بطولة العالم. فاكر الفترة دي ليه عملنا الإنجاز ده من وجهة نظرك؟ احنا الفترة دي كانت الأجواء جوه النادي كانت احتفالية غير طبيعية طبعا مقوية للنادي الأهلي أول مرة تحصل في مصر وكان اهتمام غير طبيعي كان الموضوع وكان التنظيم كمان كان على مستوى أول مرة كنا نلاقي بقى اللعيبة أحسن نادي في العالم سوداد ريال موجود بطل أفريقيا موجود بطل آسيا البطولة نفسها إن هي تبقى موجودة في مصر والنادي الأهلي إن هو استطاع يجيبها وفي احتفالية زي كده كان حدث مش عادي. احنا استعدنا كويس جدا للبطوله كان هدفنا من الاول ان احنا نوصل للنهائي بس ما حدش كان يتخيل احنا بنلعب قدام سوداد ريال ان احنا نعمل كده. احنا كلاعيبه كنا عندنا حافز كبير جدا بينا وبين بعض ان احنا عايزين نعمل حاجه لنفسنا والنادي بتاعنا والاحتفاليه ونحاول نطلع احسن حاجه عندنا والحمد لله كان حليفنا التوفيق يومها ان احنا عملنا مباراه كبيره جدا قدامهم وكسبنا يمكن فرق جول ودي عمرها ما تتنسي حتى احنا بعد المباراه الاحتفاليه نفسها بعد البطوله وبرضه دي حاجه بالنسبه لنا كانت حاجه مميزه شويه يمكن انا حصلت فيها على احسن لاعب في البطوله ذكريات طبعا ما تنسيش جوه النادي الاهلي. بعد النادي الاهلي يمكن هو النادي الاهلي وقتها سمح لي ان انا احترف بعديها على طول احترفت في المانيا لعبت في نادي فوكس برلين اه طبعا احترفت في فوكس برلين موسمين بعد كده بقى رجعت مصر تاني كملت مشواري هنا شويه وبعد كده احترفت في الخليج بقى كملت في الخليج يعني الفتره طب كابتن يعني يمكن هقف شويه عند محطه الاحتراف في المانيا يمكن كان دوري صعب جدا طبعا. وكان ساعتها ضجه كبيره قوي في احترافك يعني كان ان حد يمكن اول لاعب يمكن انا ما اتذكرش حد قبل منك راح المانيا وهو احد اقوى الدوريات في اوروبا فالنهارده وراح على فريق كبير يعني فوكس برلين كان ساعتها بينافس على بطوله اوروبا النهارده
ايه اللي ضاف لك الاحتراف؟ يعني من وجهه نظرك ايه اللي يضيف للاعب نكونه يحترف بره، خاصه ان عندنا مجموعه كبيره جدا محترفين النهارده؟ دلوقتي الموضوع اختلف بشكل كبير، الثقافه الاحترافيه عند اللعيبه اختلفت بشكل كبير. زمان يمكن في مصر جوه مصر ما كانش بيسمحوا لنا نحترف لما يبقى في اخر، يمكن في اخر العشرينات. دلوقتي الثقافه دي اتغيرت، اللعيبه بقت بتحترف. عندنا زي ما انت شايف مهاب مثلا سعيد لسه محترف، عنده 19 سنه دلوقتي، محترف في نيم من احسن الانديه في فرنسا وفي يحيى اوروبا. يحيى وسيف كل دول برضه دلوقتي دودو قبليه يحيى وسيف، اللعيبه معظم اللعيبه احترفت. احنا كان عندنا ثقافه مختلفه شويه. الاحتراف انا احترفت وانا عندي 29 سنه تقريبا، ده كان سن يعتبر يعني ولا كبير ولا صغير، بس كان يمكن مش بدري. الكلام ده ساعدني شويه، ساعدني شويه في حته ان انا الاستيعاب السريع للاجواء، ولان الموضوع في البدايه بيبقى صعب جدا. يعني ان انت في البدايه بتخش مع ثقافات مختلفه، الفريق فيه اكتر من 6-7 جنسيات، بتخش في دوري قوي، دوري جديد، حاجه مختلفه عليك، رتم لعب مختلف عليك حتى لو انت لعيب دولي. طبعا ساعدني على كده ان انا كنت لعيب دولي، لعب عندي خبرات كتيره. لو انت رايح صغير بيبقى لسه عندك الخبرات دي قليله، فبتفرق معاك. فالحمد لله فرق معايا جدا في حاجات كتير. انا يعني العلاقات، الليفل التدريب نفسه هناك، اتعرفت على مدرسه مختلفه، مدربين مختلفين. لا استفدت من الاحتراف بشكل كبير جدا، وده يمكن بدا بنى شخصيتي في التدريب بالظبط، في الخبرات اللي اكتسبتها هناك، في ازاي بتشتغل بقى بشكل احترافي طول الوقت، طول اليوم، من ساعه يعني انت بتبدا من بدايه اليوم لاخر اليوم، ازاي بتعيش بشكل احترافي في النادي، في التمرينتين في اليوم، ازاي بتمانج اليوم بتاعك، ازاي الفترات، خصوصا بعد الفترات الدوليه والفترات اللي بتلعبها في الدوري بتاعك. فالموضوع مش سهل، فكان بالنسبه لك كانت خطوه مهمه جدا ومرحله مهمه جدا في حياتي. طب كابتن، دايما اي لعيب بيبقى عنده محطه صعبه شويه، اللي هي ببطل وبدا يبقى عندي وقت كتير. احنا كنا كرياضيين الصبح تمرين وبعد الظهر تمرين، فحياتك متسخره للتمرين، فجاه انا بطلت. وبتبقى صدمه كبيره جدا ومش عارف تبتدي منين ولا تبتدي ايه. يعني انا لما بطلت ما كنتش عارف اروح فين واجي منين، هعمل ايه يا جماعه. فكلمني عن الفتره دي ورسمت مستقبلك ازاي، خاصه النهارده انت بقيت واحد من ابرز المدربين المصريين. كلمني عن فتره التوقف لعب وداخل بقى على حياه التدريب. انا بالنسبه لي يمكن الحمد لله ما عشتش الفتره دي. يعني انا كنت من محظوظ ان انا كنت لسه بلعب، وجالي العرض ان انا اجي اشتغل في مصر، في يعني ابطل لعب وابدا تدريب على طول مع ديفيس كمان اللي هو المدرب الحالي للنادي الاهلي. مين اللي كلمك؟ كان وقتها كان كابتن علاء السيد، وكابتن هشام نصر، وكابتن مؤمن صفا، هم المجموعه دي. ده كان بدايه المشروع وقتها، ان هم بيفكروا يعملوا مشروع لكره اليد، مشروع كره اليد عموما. فبيدخلوا المدرسه الاسبانيه مصر ويبداوا المشروع دوت، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي دوت. يعني ثمار الثمار المدرسه الاسبانيه ان هي جت، وثمار الشغل اللي بقاله 5-6 سنين بيحصل في مصر. فجم وقتها لما جالي العرض ده، انا ما قدرتش وقتها. بالنسبه لي انا كنت لسه عندي عقد لسه العب كمان سنه، ما كانش سهل. بس ما كانش، انا بالنسبه لي كان بقالي قبليها بحوالي 4-5 سنين كنت بدات اشتغل على نفسي في التدريب، كنت باخد دراسات دوليه في حاجات تبع التدريب، خدت اللايسنز واشتغلت على جاهز ان انا اشتغل. برافو. وكنت بشتغل حاجات بايديا كمان، في فرق منك فرق. ما استنيتش تبطل عشان حابب كده. لا انا كنت حابب ان انا اطور من نفسي واشتغل على نفسي، انا كنت خلاص كنت في اي وقت ممكن اخد القرار ان انا ابطل يعني. فالبدايه كانت الحمد لله كانت بالنسبه لي كانت ما كانتش القرار، ما كانش يعني الموضوع الفراغ اللي هو في النوم ما كانش موجود، لاني بدات اعرف في المنتخب شغل المنتخبات، وكمان كنت شغال في منتخبين. يعني كنت مساعد في ديفيد في الفريق الاول، وفي نفس الوقت كنت شغال في منتخب الشباب. برافو. اللي احنا خدنا معاه بطوله افريقيا 98، خدنا بطوله افريقيا وخدنا ثالث عالم. كان كابتن مجدي ولا كابتن طارق محروس؟ كابتن طارق محروس. مجدي كان في 2000 في 2000 جيل 2000. ووقتها كنت تقريبا اليوم عندي ما بقاش من 8 الصبح تقريبا 11 بالليل شغال، فما كنتش حاسس بالموضوع ده. وخدت كم خبرات هائل في وقت قليل. يعني انا وبرضه خدت اكسبيرينس كبيره في البطولات، لان لعبت بطولة افريقيا شباب وفريق اول، وخدت بطولة عالم شباب وفريق اول. فالحمد لله كانت البداية بتاعتي كانت الحمد لله بفضل كبير، كانت موفقة في التدريب. كانت وهو ده اللي انا كنت لما جالي العرض هو ده اللي كنت متخيله. فالحمد لله ضحيت بعقد بس اشتريت مستقبل.
وده برضو ذكاء ان اللاعب يعرف امتى بيبقى امتى تبطل يعني. بس دي حاجه اهم حاجه لازم تعرف تبطل امتى لازم توقف يعني انت لازم هتخسر ما انت هتوقف عقد فيه دخل كبير جاي لك هتبطله بس انت بتشتري مستقبلك أكيد. طيب هنتكلم عن الفتره اللي قضيتها مع مستر ديفيد ديفيد ودي كانت انت احد ثمار هذا المشروع اللي أكيد. اسسته طبعا الاتحاد وقتها او المسؤولين عن كره اليد وساعتها انت دلوقتي قاعد مع احد ثمار هذا المشروع قعدت فتره اشتغلت مع مستر ديفيد ايه اللي استفدت منه واستفدت منه في ايه قدرت تطبقه بعد كده مع نادي الجزيره الاماراتي هو نادي الشرق الاماراتي نادي الشرق نادي الشرق هو الاول الناس دي يعني النجاح اللي هم فيه ده مش من فراغ الناس دي انا كنت اقرا اول مره اشتغلت مع مدربين كتير سواء في مصر او بره مصر انا عمري ما شفت الاسلوب الشغل ده سواء في الملعب او بره الملعب تحضير التمارين تحضير المباريات ازاي الناس يعني دي بتشتغل يعني فعلا المدرسه الاسبانيه مختلفه يا كابتن هو بس نسمع. الموضوع المدرسه الاسبانيه دي يعني هو المدربين الاسبان نفسهم لما تيجي تتكلم معاهم يقول لك مفيش حاجه اسمها مدرسه اسبانيه الله لان هم نفسهم كل واحد فيهم بيشتغل بشكل هي في في في, في اساسيات في المدرسه لكن كل واحد فيه ما هو انا برضو عايز امسك اساسيات قول لي كل واحد كل واحد ليه فلسفه فيهم يعني ما تلاقيهمش كلهم شبه بعض اكيد المدربين الكبار ومدربين الشباب فيهم نفس الكلام بس في البيزكس بتاع الشغل نفس واحد بس كل واحد ليه فلسفه في الشغل حلو كويس ديفيد ديفيز هو من احد تلاميذ باستور كان لعيب عنده وهو نفسه بيقول كده يعني يمكن اول مباراه بعد ما مسك نادي فيسبرم في المجر كان بيلعب بيك زيجد وفي الدوري اللي هو النادي اللي ماسكه باستور فبعد المباراه خلصت في المؤتمر الصحفي اول حاجه قالها قال انا هنا بفضل اللي انا اتعلمته من الراجل ده ولازم فعلا. اشكره لا طبعا حاجه وعلى فكره بروندو نفس الكلام يعني احنا جبنا الاثنين تلامذه وجبنا بقى الاستاذ بتاعه نفس الكلام يعني حاجه محترمه جدا طبعا باستور من الناس اللي نرجع لديفيد الاول ديفيد طبعا انا اتعلمت منه كل حاجه في الشغل هو صراحه يعني الناس اللي مجتهده جدا اللي بتحب شغلها جدا اللي عنده استعداد يفضل شغال طول اليوم ما عندوش اي مشكله وفي نفس الوقت لو لقاك انت حابب ان انت تتعلم وكده اي حاجه بتطلبها منه بتتكلم معايا بيحكي بيقول لك كل حاجه وقعدت فتره معاه قعدت تقريبا معاه احنا ما قعدتش معاه كتير ديفيد قعد معانا تقريبا في مصر حوالي ما كملش 6 شهور بس اتعلمت منه حاجات كتير جدا طبعا الناحيه النفسيه مع تعامله مع اللاعبين انا بحس ان عنده الحته دي هو هادي وبيعرف يكنترول اللعيبه نفسيا احساسي صح هو عنده النظام هو اهم حاجه في حياته سواء في الملعب او بره الملعب يمكن الحته دي كانت ناقصانا قبل ما هو يجي حط نظام جوه الملعب بره الملعب الاكل النوم الالتزام في الملعب بره الملعب الحته دي لما عملها يمكن هو اثر بشكل كبير في المنتخب في وقت قليل لان هو اشتغل معانا لوقت قليل جدا وقدرنا في اول بطوله عالم ان احنا ناخد 7 عالم الحته النفسيه عنده طبعا بيشتغلها بشكل كويس جدا طبعا مع اللعيبه وعلاقته باللعيبه ويعرف ازاي يتعامل يحفز اللعيبه دايما يبقى في حافز دايما كان بيشتغل كان قبل تمرينه دايما في لازم يتكلم في توبيك كده معين لازم يتكلم فيه ازاي بقى بيحفزك ويبقى عندك دافع ازاي تنزل تتمرن وتشتغل وتطلع احسن حاجه عندك هو عنده الحته دي فيها مميز جدا يعني وطيب يعني برضو انا ممكن اسال سؤال هل الاسبان يعني بيتفقوا انه ما عندوش لعيب نجم ما عندوش فريق اللاعب او اللاعبين وبيعتمد على كل ايفن لو كل ده لعيبه صغيره هل هم مجتمعين مع ده هل ده شايف ده في المدرسه الاسبانيه ولا ده موجود في كل حته في العالم هو مش المدرسه الاسبانيه بس هو الاوروبيين طول عمرهم متقدمين عننا لان هم الرهان بتاعهم دايما على المجموعه مش على الفرد مش على الفرد لان هي لعبه جماعيه فهم دايما عندهم السيستم حتى ولا كلمه السيستم كلمه دارجه عندهم قوي كله بيقول لك السيستم هو الاهم حاجه السيستم كل التحدي بتاعهم ان هم كل يوم يعملوا الشغل لا يعملوا الشغل بتاعهم بجوده اعلى حتى لو انت عارفه انا هنجح فيه برضه مع جداً. شويه ما هو ده الاختلاف انت مهما تكون انت ذكي وعندك حلول ما الحلول دي مع الوقت هتخلص هتعمل ايه هتجيب منين فهو الموضوع كله في ان انا هو ده السيستم اللي انا بشتغل بيه وانت عارفه وكل يوم انا بشتغل رهاني انا هعمل الشغل بجوده اعلى فكل ما بعمله بجوده اعلى انا هنجح مهما كان اللي قدامك عارفه طيب كابتن حضرتك اتنقلت بعد مستر ديفيد ديفيز مسك نادي الشرق الاماراتي والحقيقه انت عملت معاهم مواسم جامده جدا يعني انا اسمع وعارف من خلال طبعا زمايلي في الاعداد ان هم ما كانوش عايزينك ترجع وكانوا متمسكين بيك جدا النهارده انت عملت ايه يعني ايه اللي انت طبقته وايه اللي استفدته مع 3 4 سنين اعداد عشان تبقى مدير فني رحت طبقته مع نادي الشرق الاماراتي هو الاول بس يعني قبل ما اروح الشرق الاماراتي انا كل اللي انا كنت خبراتي وانا لعيب كانت حاجه واول كل بقى اللي انت بتكتسبه وانت لعيب وخبرات اللي كنت بتجهز نفسك حاجه واللي انا اتعلمته من ديفيد حاجه ثانيه خالص طبعا واسلوب الشغل ومش مش ناس كتير عارفه الموضوع بيشتغل ازاي بتشتغلوا ازاي ولازم بتبداوا ازاي انا يمكن كنت محظوظ يمكن اشتغلت مع ديفيد ان هو بداه من الصفر
فرق كبير قوي لما تيجي تبدا من الصفر او تبدا تيجي تلاقي فريق عارف انت بتعمل ايه. زي اخوان مثلا حاجه اخوان مرحله وديفيد حاجه. ديفيد بدا من فروم ذا سكراتش ده من تحت كمان من تحت يعني. كان ساعتها بدايه المشروع. فطبعا كان بادئ وكان عمل مجهود كبير جدا ان هو ياسس الموضوع ده. وان الاهم من كده ان اللعيبه تصدق. هو حتى كان بيقول لك اهم حاجه دلوقتي ان اللعيبه تبقى مصدقه اللي احنا بنعمله. وعشان تبدا اهم حاجه اللعيب يصدق مش موضوع ان هم بيشتغلوا ان هو لازم اللعيب يفهم يؤمن بنفسه يؤمن بفرقته. فبعد كده لما رحت الامارات الموضوع ده قابلني مشاكل كتير قوي فيه. رحت على فرقه خلينا نتكلم بتفاصيل. رحت على فرقه كانت ترتيبها كام؟ لا نادي الشرق طول. لا نادي الشرق نادي بطل. نادي الشرق على فكره نادي في اسيا من اكبر انديه في اسيا. نادي بطل علي زين كان بيلعب فيه بقى له موسمين تقريبا. كان بطل الدوري بقى له 4 سنين. نادي كبير بس هو كان عاوز يكسب اسيا. فلما جم يتكلموا معايا هم كانوا الهدف الرئيسي ان انا اروح ان انا اسيا اكسب اسيا. فانا لما رحت قلت لهم عايزين نكسب اسيا في حاجات معينه لازم نعملها ونشتغل عليها. الموضوع ده مش سهل وطبيعه اللعيب الاماراتي كمان مش بتاع ان انت لعيب بيتعب وتحطه تحت في سيستم وتحت ضغط وكلام من ده. فكان الموضوع صعب جدا يعني. بس الحمد لله عملت معاهم مجهود كبير وشغل كبير جدا والفريق شكله اتغير الحمد لله. بكده ما صادفنيش الحظ ان انا العب اسيا لان كان وقتها وقت كورونا. صح. المرتين السنه الموسمين اتلغى اسيا اتلغت اياميها ما اتلعبتش. ف على المستوى المحلي كسبت الحمد لله 7 بطولات من 8 ما شاء الله. عملنا ماتشات كويسه جدا. جه في الاخر ما اتفقناش وجالي بقى العرض اللي هو بتاع المنتخب فرجعت. طب خليني بقى اروح بقى للمحطه الاخيره. انا بطلع منك محطه لمحطه وبسيكونس معين عشان اطلع كل حاجه عندك. يعني النهارده انت ضحيت خلينا نقول نادي الشرق الاماراتي. انا لا هو في محطه بس وقع بس نادي الشرق. انا كنت في بعدها رحت النادي العربي القطري. النادي العربي القطري ده بطل اسيا برضه ونادي من الانديه الكبيره في قطر. وكنت مفروض رايح قطر لعبت معاهم بطولة اسيا. خدوني لعبت معاهم بطولة اسيا وهكمل معاهم موسم. فوقتها كده بقى جالي العرض بتاع ال طيب. خليني اتكلم بامانه يعني حد انت من الذكاء يعني انا شفيته عندك ذكاء ورؤيه الله اكبر عليك يعني. فانت دايما بتعرف تخطط للخطوه اللي بعديها. ده توفيق ربنا طبعا. بس انا بقول انت بتاخد بالاسباب طبعا. النهارده عندك خطوه ان انت هتسيب كل ده. خلي بالك بقى هتسيب كل ده. خلينا نتكلم بقى بلغه اللعيبه. هتسيب راتب كبير. هتسيب وضع في الخليج انت عملته واسم عملته. بتنقل ما بين اكبر انديه في الخليج لفجاه بترجع بلدك تاني مصر. نادولك عايزينك في منتخب مصر. الخطوه دي عايز منها ايه؟ هو الاول الاسلوب اللي جالي بيه الموضوع. الاسلوب اللي جالي بيه الموضوع ان الراجل هو اللي طلبني. ايه ده؟ يعني انا جالي الكلام كده ان الراجل باستور وهما بيتعاقدوا معايا. قالوا له انا عاوز هاني. هو سال طبعا هو ما يعرفنيش. هو سال المدربين اللي كانوا باروندو وديفيد فهم رشحوني لي. فالراجل دخل يعني هم راح كان مجهز بروفايل بتاعي. قال لهم انا عايز هاني. يعني هو قبل ما يقعد واتفق مع الاتحاد المصري كان هو مجهز البروفايل بتاعك. لا الراجل ده يعني منظم جدا. انا في حياتي ما شفتش حد زيه. الراجل ده انا اكاد اجزم يعني ان ما فيش حد جه في مصر بالليفل ده قبل كده قولا واحدا يعني. اذا كان باروندو وديفيد بيقول لك احنا تلمذته اللي احنا يعني شايفينهم عبقره. الراجل ده انا يعني كم الخبرات اللي خدته في حياتي كله كوم واللي انا باخده منه كل يوم كوم بيشتغل ازاي. وهو كيرنج جدا بكل حاجه بكل تفصيله. تفتكر طلبك ليه؟ هو كان ليه مواصفات معينه فاتكلم فيها معاهم فهم رشحوني ليه. بس ده الموضوع. هو انا لما جيت الاتحاد كلمني بعدها قلت لهم انا محتاج اتكلم معاه الاول لان هي مش خطوه سهله ان انا ارجع تاني اشتغل مع حد وانا مع مدرب تاني بره. بس انا بالنسبه لي قبل ما اتكلم معاه الراجل ده انا كان حلمي بالنسبه لي ان انا اتكلم معاه او اتكلم معاه واشتغل معاه لان الراجل ده هو اللي غير مفهوم كره اليد في العالم. الراجل ده يعني عمل حاجات في الهاندبول مختلفه غير كل العالم اللي بيعمله والعالم كله قلده واشتغل على نفس الشغل اللي بيعمله. يعني انت النهارده نجاح كبير من الاتحاد المصري المتعاقد جدا معاه. جدا جدا يعني دي خطوه. انا بقول لك انا من خبراتي بقول انا راجل يعني انا المفروض ان انا مش عايز كده عشان انا مثلا لو انا هذا اقل معانا كمان. لا ده راجل انا يعني بقول لك اكاد اجزم ان ما حدش جه في مصر بالليفل ده قبل كده. طيب. اللي انا عصرته. انت عصرتهم بقى معلش الحديث من اول زوران مثلا. انا عصرت من اول زوران وبعد كده طالع بقى كل المدربين الاجانب. الراجل ده ازاي بيشتغل ازاي لما بتيجي مشاكل بيتعامل معاها ازاي فنيه. يمكن حصل كذا موقف قدامي انا وازاي بالخبرات عنده كم خبرات مش طبيعي. حاجه طب يا كابتن المحطه دي
سعيد بيها، يعني سعيد بوجودك كمدرب عام، وان شاء الله هتبقى معاهم في الاولمبيات، وهتبقى معاهم خلاص الاولمبيات شهور، وهتبقى 3 4 شهور هتبتدي، 5 شهور شهر 8 اللي جايه 7 3 4 شهور هتبتدوا الاعداد، هتلعب بطوله العالم معاهم ان شاء الله السنه اللي وراها. يعني حاسس ان انت الخطوه دي كنت موفق ان انت ترجع تاني جداً وسعيد بيها جدا جدا. انا مؤمن بحاجه، ان الواحد لازم طول الوقت يطور من نفسه. وجودي مع راجل زي ده حاجه كبيره، مش اي حد يتمنى انه يكون يشتغل معاه. لا تقدر بثمن في العالم، مش في مصر بس، انت لو تشوف احنا بنسافر بره الناس بتتعامل معاه ازاي، بيقفوا يسلموا عليه ازاي، هم مش مصدقين انهم واقفين قدامه بيسلموا عليه. تاني حاجه، انا على الجانب الاخر بقى، انا الفتره اللي فاتت دي الاتحاد الدولي كان عامل نظام جديد كده في اللايسنس بتاع المدربين، ان هو لازم يبقى في حاجات تحت اشرافه، فانا الحمد لله خلصت كل اللايسنس دي لحد لايسنس ايه. انا كمان بقيت محاضر دولي الحمد لله، الاتحاد رشحني، اشتغلت على نفسي الاتحاد الدولي رشحني، لان الحاجات دي بعد كده في كل دوله بيحاولوا يجهزوا محاضرين دوليين عشان يساعدوهم في حكايه اللايسنس دي. فالحمد لله خدت انا الكورس بتاع اللايسنس من الاتحاد الدولي، خلاص انا محاضر دولي ولسه هشتغل في لسه ليفلز ثانيه هاخدها كمان ان شاء الله. اكيد الموضوع ده خد منك مذاكره وامتحانات على طول السنه اللي فاتت دي تقريبا، شغالين على طول الكورسات، وطبعا في بروجكت بيتعمل وحاجات بتقدمها، وفي حاجات زوم ميتنج بتقدمها، بتعمل برزنتيشن وحاجات. يعني الحمد لله كانت سنه بالنسبه لي يعني فيها شغل كتير، استفدت منها جدا وسعيد جدا بالمشروع. انا نفسي، انا حلمي، انا لو بتكلم على حلمي انا في حياتي من ساعه وانا بلعب، ان انا نفسي نعمل حاجه ميداليه عالميه اولمبيه او في كاس العالم. انا حاسس ان احنا طول عمرنا قريبين، بس ما حدش يجي يقول لنا نعمل ايه عشان ناخد حاجه زي كده. الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل، والموضوع محتاج شغل كتير. انا الفترات الاخيره دي كنت حاسس ان احنا قريبين قوي من قبل اي وقت قبل كده، وبوجود الراجل ده. ده تصريحك اللي انت قلته ان احنا، انا بقول كده، انا كل كلمه بقولها مؤمن بيها جدا، ومش بقول اي كلام وخلاص. الراجل ده يعني، ويمكن الماتشات اللي كانت قبل بطوله افريقيا كمان، الدوري الذهبي، الناس دي بتتكلم. لما بتتكلم، يعني كنت بتكلم معاه فاقول له انت شايفنا فين وكده، قال لي بعد الماتشات دي نلعب الماتشات دي ونشوف احنا فين من الناس دي فعلا دلوقتي بالمشاكل اللي عندنا. طب مستر خوان كارلوس باستير كان يعني مبسوط ان احنا كسبنا تقريبا النرويج، وخسرنا من الدنمارك جون تقريبا او جونين، صح ولا انا غلطان؟ احنا خسرنا من الدنمارك جونين وكسبنا النرويج وكسبنا هولندا اول ماتش، وكسبنا هولندا. طيب كان سعيد بالنتائج دي، يعني بعد الماتشات دي قال لك ايه؟ هو كان سعيد جدا، مش عشان كسبنا بس، احنا كسبنا ازاي؟ يعني ماتش صح. مثلا ماتش هولندا كان اول ماتش، يمكن هولندا فريق محترم في اوروبيا، يمكن ملوش اسم كبير بس هو فريق محترم اوروبيا. ازاي هو بيشتغل يعني، بيحضر للماتشات يمكن حتى في عز ما احنا خسرانين، لا هو في سيستم بيشتغل وعارف هيرجع امتى وهيلاعب مين امتى ويعمل روتيشن ازاي عشان يحتاج روتيشن. يمكن موضوع الروتيشن ده حصل، يمكن احنا خدنا مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لنا احنا كجهاز فني، يعني كان قبل سفريه المانيا. كنا المفروض احنا فول تيم، حسن قداح راجع خلاص، دودو كان قبل ما يحصل له الاصابه، يحيى خالد رجع يلعب، المفروض الفريق كله اكتمل فول تيم كده. فجاه كده لقينا يحيى حصل له اصابه في خفيفه كده في ركبته تاني في الجامبر ني، التهابات، هتحتاج شويه وقت لسه. فجاه حسن قداح الدكتور قال لك هيعمل عمليه تاني، فجاه دودو صليبي، ففجاه لقينا فجاه هاشم اتصاب في ايده ممدوح هاشم، ففجأة لقينا 4 5 لعيبة من اللعيبة علي زيد مصاب. فكانت صدمة كبيرة، بس الراجل ده كان فعلا كان عنده رؤية من ساعة ما جه بيشتغل مع الصغير مع الناشئين، ودي حاجة ما كانتش بتحصل قبل كده. بدأ بيشتغل عامل بي تيم، البي تيم ده وعلى فكرة احنا قلنا الكلام ده في الشوط التحليلي. لا الراجل ده الصراحة يعني ان هو اكتشف مجموعة من اللاعبين وجهزهم. الناس كلها ممكن تشوف احنا كسبنا النرويج ازاي، كسبنا النرويج باللعيبة اللي هي كانت طول الوقت موجودة بس ما كانتش بتاخد وقت كتير تلعب. بدأت تاخد وقت كتير تلعب، بدأ يبقى لها شخصية في الملعب، هو طول الوقت كلامه مع كل اللعيبة ان كل لعيب لازم عنده مسؤولية يتحملها، انت مش موجود في المنتخب وخلاص، كل واحد لازم، مفيش لعيب هيبقى موجود معانا الا لازم يكون ليه دور، ولما بينزل يأدي الدور ده، مش هتأدي الدور ده انت مش هتبقى موجود. فهو كان مؤمن بده. طب خليني اقول برضو حاجه، انه في ظاهره حصلت مع منتخب مصر يا كابتن، انه كل المباريات اللي لعبناها السته، ثلاثه في المجموعه ودور الثمانيه والاربعه والفاينل، مش نفس اللاعب اللي بياخد افضل لاعب. يعني النهارده 6 لعيبه برغم ان السند طلع الهداف، ولكن احمد عادل يعني كل ماتش كان بياخده لعيب شكل. اول ماتش جول كيبر كريم هنداوي، كريم يعني بعد عادل كده مهاب سعيد، يعني كل ماتش كان في واحد، يحيى خالد، انا مش عايز، واحمد عادل، يعني مش عايز انسى حد، بس كان في التوتال كل مباراه كان بياخدها
واحد شكل. ده يدل على ايه؟ هل ده انتوا كنتوا شايفينه برضه حاسينه زي ما انا كنا حاسينه في اسلوب التحليل؟ هو المجموعه، انا قلت لك الرهان بتاعنا ان احنا بنلعب على المجموعه، فالمجموعه دي اللعيبه دي برضه بتاعتنا، الواحد برضه لازم يديهم حقهم. اللعيبه دي بتحب بعض جدا، اللعيبه دي ما فيش حاجه تفرق معاهم في حياتهم الا المنتخب، والمنتخب هو اهم حاجه ان المنتخب يكسب. يمكن تلاحظها اول ما اي حد بياخد الاحسن لاعب كلهم بيجروا عليه ازاي، وكلهم بيبقوا مبسوطين بيه ازاي. اللعيبه دي عندها حلم، اللعيبه دي عايزه تحقق حاجه، تحقق نفس الحلم اللي احنا عايشين عشانه كلنا. ففكره مين اللي ياخد احسن لاعب دي مش موضوع. مش موضوع، لكن احنا فنيا احنا كل ماتش ليه اسلوب لعب، في اوقات بنلعب من حته معينه من هنا، عشان كده ممكن تلاقي الحته دي اكتر فيها اللعب من الناحيه دي اكتر. بالظبط اسلوب اللعب هو ممكن بيبقى هو اللي بيتحكم في الموضوع ده اكتر يعني، بس ما بتبقاش يعني مقصوده يعني. طيب كابتن، برضو احنا شفنا في البطوله دي ان الوينجات بتهدف، يعني احنا كنا دايما بنشوف الخط الخلفي والدائره بيبقوا هم اكثر لاعبين بتهدف واكثر لاعبين بتهاجم المرمى، انما احنا البطوله دي شفنا وجود سيسا وسند مثلا طبعا يعني، والسيف لما كان بيلعب يعني. المجموعه اللي بتلعب في الاجنحه ليهم دور كبير جدا وبيحطوا 30-40% من الاهداف. ده هل ده كان مقصود ولا كان وليد الصدفه؟ لا طبعا مقصود. انت نفس الكلام ده لو نرجع بورا شويه كده هتلاقيه بدا يظهر تزامنا مع وجود الناس دي هنا في مصر. صحيح. يعني في 2020 بكار واخد احسن وينج ليفت في افريقيا. نعم. و22 نفس الكلام، احسن وينج ليفت في افريقيا. سند نفس الكلام. في البطوله دي الاجنحه بتاعتنا طول الوقت ليها دور، وليها دور كبير ومميز، ويجيبوا عدد اهداف كبيره وبنسب الحمد لله كويسه. يعني انا افتكر بكار في 2020 جايب 7 من 8، سند 8 من 9. بالظبط. البطوله دي نفس الكلام. لا انت اي منتخب كبير لازم يبقى عنده تنوع في الحلول. احنا عندنا الكلام ده موجود بشكل كبير، عندنا في شغل كتير بيبقى الاجنحه بيخلص في الاجنحه، شغل كتير بيخلص مع الدوائر، شغل كتير بيخلص مع الباكات. الاجنحه ما بقتش زي زمان، الجناح كان زمان بيستنى الكوره جات له يخش. لا دلوقتي بيبدا الهجمه. شفت وجوده مع الدائره بشكل كبير، بيبقى وليه دور كبير جدا 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 يعني. طب كابتن، النهارده انت عندك مجموعه كبيره جدا في المنتخب من المحترفين وبيلعبوا في انديه كبيره طبعا، وعندك لعيبه ثانيه محليين. فالنهارده انت عندك مجموعه كبيره من النجوم، وساعات بيكون وجود تخمه من النجوم ده صداع في راس الجهاز الفني. معلش انا اسف برضه، انا راجل بلعب في برشلونه يعني، ما ينفعش تطلعني بره السكور مثلا يعني، بقول مثلا وده طبعا ما بيحصلش، ولكن انتوا النهارده ازاي قدرتوا كجهاز فني تعملوا تناغم وروح واحده مع مجموعه هذه التخمه من النجوم؟ عملتوا ايه؟ انا الموضوع زي ما قلت لك، اللعيبه دي بتبقى جايه من بره، لعيبه المنتخب هم مبسوطين جدا ان هم جايين المنتخب. دي اول حاجه فعلا، جدا جدا جدا. مش عايز يعني اقول لك ما بيقولكش مش متقدر بقى وسايب اوروبا وجاي خالص، ده بيبقوا جايين مبسوطين جدا ان هم جايين، وعنده استعداد يلعب جامد، ما يخافش على رجله وما يخافش على كتفه. انا بقول لك اللعيبه كانت بتلعب ومصاب، علي زين بيلعب ومصاب، علي زين يحيى خالد نفس الكلام، درع كان بينزل يتمرن ونزل لعب ومصاب، حسن قداح نازل بيلعب ومصاب. احنا طول عمرنا كنا بنلعب واحنا مصابين. احنا في كره اليد احنا المنتخب بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، وهو دايما هو اللي بيبقى داعم لينا، وهو اللي بيكبر اسمائنا بره. وهي اللعيبه برضو ذكيه، لان هي عارفه ان هو طول ما هو في المنتخب اسمه اللعيب الدولي في اوروبا غير اللعيب المحلي. نعم. اللي ما بيلعبش منتخب بيبقى بيقل كتير. ففكره ازاي بنسيطر عليهم وكده، احنا ما حسيناش ان في مشكله يعني. فكره الروتيشن وفكره، لان اللعيبه عندها دلوقتي نوعيه لعيبه مختلفه، عندها وعي، عندها نولج، عندها فاهمين ان اللعيب عشان ان احنا نوصل نبقى منتخب كبير ونوصل لابعد خطوه او ابعد مرحله، لازم يبقى نوصل لابعد مرحله دي واحنا في كامل لياقتنا. هو ده اللي كان بيحصل زمان، احنا كنا بنوصل لاخر مرحله واحنا منهكين، مجهدين ومنهكين، لا منهكين احنا مش موجودين، فكنا بنخسر في اللحظات الايه المهمه الاهم. فهو عنده النولج دي دلوقتي، ازاي بقى فاهم يعني ايه العب امتى وما العبش امتى، واهم حاجه لما اكون موجود ابقى موجود 100%. فالموضوع بالنسبه لنا هو الموضوع ان انت تفهم اللعيب هو بيعمل كده ليه. انا بس كلام للسادة المشاهدين، شفتوا الفرق ما بين منتخب كره اليد وروح اللي لعب بيها بطوله افريقيا والروح واللي اتلعب بيها منتخب كره القدم. انا النهارده بقول ان اللعيبه يعني هم احنا مصريين، وكله عايز يبقى كده، ولكن النهارده في سيستم في كره اليد عمل كده، في سيستم حطه اتحاد كره اليد ومدربين وسيستم عمله ابناء مصر المخلصين، عملوا سيستم في كره اليد وصلت اللعيبه للروح دي. اتفرج على الروح اللي كان بيلعب بيها منتخب مصر في افريقيا، ده فرقه جماعيه ودي فرقه جماعيه، لعيبه مصابه بتلعب وهي مصابه عشان اسم مصر. طب الروح دي جت منين؟ جت نتيجه ان في سيستم اتعمل، سيستم عمله اتحاد كره اليد ومنظومه كره اليد في مصر. في الوقت اللي المنظومه اللي اتعملت والسيستم اتعمل في منتخب مصر، احنا بنقول الحمد لله ان طلعنا قبل ما نخرج بفضيحه. جماعه الموضوع موضوع ان انت بتحط سيستم،
كابتن هاني كل كلامه عن المدربين اللي اتمرن معاهم هو نفسه شخصيا كابتن هاني بيقول لك السيستم، النظام، السيستم، السيستم، المجموعه، التيم، التيم. كان ده ما شفناهوش في فريق كره القدم، بس شفناه مع فريق كره اليد، ويمكن الكومباريزون دي او المقارنه دي حصلت لان البطولتين كانوا في نفس الوقت. كابتن هاني يمكن اللي جاي بقى خلاص، احنا اتكلمنا على اللي فات واتكلمنا بكواليس المنتخب وازاي النتيجه دي ما جاتش من فراغ. النهارده ثالث بطوله تاخدها على التوالي، لقبك التاسع، وكل افريقيا بقت ماستر، وفي افريقيا الفرق كلها بتترعب منك وبتترعب تقابل مصر، وان هم يوصلوا مع مصر بنتيجه كويسه ده اقصى الاماني. اللي جاي عندنا ان شاء الله التزامات جايه، عندنا بطولات جايه، ايه اللي قعدتوه كجهاز فني عملتوه بعد حصولنا على بطوله افريقيا؟ والله اللي احنا قبل البطوله احنا جالنا كذا دعوه، جالنا دعوه من فرنسا، جالنا دعوه من النرويج، جالنا دعوه من كرواتيا. ممتاز، في اوقات مختلفه يا كابتن. اه طبعا ده كلها مع كل ده بيبقى احنا منتظرين التاهل، كنا منتظرين بطوله اوروبا عشان نعرف مين اللي هيتاهل، بعد كده لسه في الملحق، الملحق ده بيبقى في ابريل، عشان طبعا ما ينفعش تروح تلعب ماتشات قدام مع فرقه معاك في المجموعه مستنيين القرعه تتعمل. فاحنا مبدئيا في كذا عرض موجود قدامنا، وفي بطولات موجوده احنا كله عامل هولد عليها، بس احنا الكلام ده كله معانا. فاحنا مباشره بعد ما المباراه خلصت بدانا نحط احنا بقالنا يومين شغالين على الكلام ده، على البرنامج لحد الاولمبياد باذن الله، وحطينا الاوقات اللي هنلعب فيها البطولات، وراسلنا الناس، يعني عملنا الكونتاكت مع الناس وكده، وان شاء الله باذن الله عملنا برنامج يعني ان شاء الله يوصلنا للفورمه في الاولمبياد باذن الله، ان احنا ان شاء الله احنا رايحين ننافس على ميدالية، مش رايحين نشارك. يا رب يا رب. وده الكلام اللي الراجل الصراحه بيقوله من اول يوم جه فيه، قال انا جاي هنا، انا كان ممكن اروح في اي حته، بس انا جاي هنا عشان انا عارف ان المنتخب ده ممكن يعمل حاجه، انا جاي هنا عشان اي بطوله اروح فيها انافس عليها. نقل للعيبه الايمان الصراحه بي 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 عنده حاجات بيشتغل عليها، وحاجه حاجه حاجه جميله يعني الماتش. طب كابتن هاني، في التزامات محليه والتزامات افريقيه للفرق زي بطوله افريقيا، ابطال الكؤوس والسوبر الافريقي. الاهلي طبعا عنده، والزمالك فده الحاجات دي هيبقى فيها توقفات. كل ده موجود يعني الكلام ده من اول السيزون، من اول السيزون اتعمل البلان بتاع السيزون كله المحلي والدولي والنادي الاهلي والانديه الافريقيه اللي عندها حاجات التزامات افريقيه، وكان كاس العالم للانديه، وكل التوقفات دي احنا حاطين بقى الشغل بتاعنا في وسطها، وامتى اللعيبه الدوليه هتيجي، اللعيبه قصدي المحترفه هتوصل مصر، كل حاجه معموله. كابتن انتوا كجهاز فني ومع مستر خوان كارلوس كان ليكوا دور في شكل المسابقه؟ اه طبعا، هو جه في البدايه قعد حط الشكل العام للبطوله، وحب ان هو حط النظام بتاعنا نلعب يوم الجمعه ويوم الثلاث، لان ده بيدي وقت اطول للريكفري للاعب، وبيساعد المدير الفني ان هو يجهز ازاي للمباراه، شاف ان هو ده حكايه ان احنا نلعب ماتشين ورا بعض دي مش حاجه ما بتساعدش ولا اللعيب، ولو بتعرض اللعيب اكتر للاصابه، وعايز اللعيبه جاهزه. فده كانت وجهه نظره. هو اللي حط الفكره بتاعه ان احنا نلعب بيست اوف 3 في الاخر عشان يبقى في تنافس اكتر ويزود عدد الماتشات القويه. هو كان الموضوع الصراحه يعني هو حط افكار عامه، وبعد كده كابتن عاصم السعداني كان في دايما جلسات شغل بينه وبين مستر خوان كارلوس باستور، وخرجنا بالشكل النهائي دوت. طبعا كان في لجنه في الاتحاد وخرجنا بالشكل النهائي للدوري ده. طب كابتن، انتوا اكيد هتوسعوا قاعده الاختيار شويه، يعني هي اوريدي موجوده وكبيره، واحنا كل مركز فيه 6 أو 7 لعيبه، والست 7 لعيبه بنشتغل معاهم ومش مفيش في دماغكم تشكيل ثابت الافضل. احنا حضرتك شوف كده في البطوله دي والماتشات اللي فاتت، مين في كام لعيب دخل جديد المنتخب، وكانت في فرص للعيبه تانية موجوده بس محتاجه شويه وقت اكتر في الشغل. في لعيبه كويسه جدا في 2002 و2000، عندنا جيل 2000 ده بطل عالم. احنا في لعيبه كتير فيه كويسه، 2002 جيل محترم جدا بس محتاج شغل، محتاجين شغل كتير. احنا اوريدي عم بنشتغل الكلام ده، بدانا نصعد من 2004. في البي تيم مفتوح لاي حد، اي حد بنشوفه بيخش بياخد فرصته، ولو موجود مازن ما كانش موجود عمره ما اتجمع المنتخبات، وجينا بيه وشفناه في المباريات في الدوري، دخل معانا، الراجل ادى اداء كويس جدا فخد فرصته وكمل معانا، وان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كبير معانا باذن الله. كابتن هاني، انا مش عايز اقول لك انا كنت سعيد قد ايه بالحوار ده، وسعيد كمان ان انا اللي شفناه واللي توقعناه لانه حقيقه انه ده فعلا حاجه كويسه. بشكرك. انا اللي بشكرك، بس قبل ما ننهي في حد لازم طبعا نديله حقه. طبعا الاتحاد، انا بشكر الاتحاد جدا على الدعم، دكتور محمد الامين طبعا. في بقى واحد اللي هو الجندي المجهول في الاتحاد، الراجل ده هو ده يعني مش عايز اقول لك احنا اي حاجه بنحتاجها الراجل ده موجود معانا على طول، كابتن عمرو صلاح.
الراجل ده هو اي حاجه بنحتاجها من معسكرات من 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 لبس من اي حاجه الراجل ده موجود معانا بيذلل كل العقبات دينام. الناس اللي اي حد في الجهاز بيحتاجه باي طلبات كان مش شايف حاجه قدامه اللي احنا باذن الله بطوله افريقيا ونتاهل الاولمبيات التاهل المباشر طبعا دي كانت حاجه مهمه جدا مجهود كبير الناس دي بذلته الناس دي مش واخده حقها لازم نشكرهم نشكرهم على المجهود اللي معمول ولسه ان شاء الله احنا بنوعد الجماهير واسره كره اليد المصريه ان شاء الله في الاولمبيات احنا هنعمل حاجه تليق بينا وتشرفنا باذن الله. كابتن انا عايز اقول لك انت حاجه محترمه جدا حبيبي ربنا يخليك ومشروع مدير فني مصري يا ربنا يدينا العمر والصحه ان شاء الله وهتبقى حاجه هتكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله. انا قبل اللقاء حاجه وبعد اللقاء حاجه حبيبي. ايماني زاد اكتر كمان بيك يا كابتن حبيبي انا بشكرك كابتن هاني الفخراني بشكرك نورتنا شرفتنا بشكرك ربنا يخليك شكرا ميرسي جدا على الحلقه الجميله دي. اعزائي المشاهدين زي ما شفتوا حضراتكم احنا حبينا نجيب لكم يعني الواقع الحقيقي اللي جوه منتخب كره اليد والفرق ليه كره اليد بتعمل الانجازات دي عشان حضراتكم سمعتوه خلال الحوار. طبعا بشكر ضيفي العزيز كابتن هاني الفخراني واتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر كره اليد البسمه الحقيقيه في الرياضه المصريه الالعاب الجماعيه. طبعا عندنا بسمات كتير ولكن في الالعاب الجماعيه فريق كره اليد يبقى هو اللعبه الشعبيه التانيه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.